هو انت لو النادي الاهلي في يوم من الايام قال لك شكرا ذاتس انف جود ميرسي بوكو، هل من الممكن ان احنا نلاقيك في بتدرب نادي تاني في مصر؟ Je reste en Égypte, ça c'est sûr. انا سابقى في مصر وهذا مؤكد. انا في قمه العرفان بالجميل للاهلي، واعتقد اننا سوف انهي مسيرتي في كره القدم مع الاهلي، لكن سابقى في مصر. الفتره اللي اشتغلت فيها في الناشئين مع النادي الاهلي، فكرت ولا لحظه انك تمشي، تسيب النادي الاهلي وتمشي، ولا حسيت انك هتعود من جديد للفريق الاول، انك تبقى مدرب بالنادي الاهلي وحراس الاهلي و و و بعدين ترجع للناشئين؟ اعتقد ده امر مش من السهل على اي حد انه يتقبله يعني. بكل الصدق وبكل صريح لم اتحدث دائما عن الرحيل مره واحده، ولم اتحدث ولا مره واحده. انا كان لدي الكثير من في الاوقات الفرصه للرحيل، والكثير نصحني ان ابقى، وانا بالفعل قدرت السيد الرئيس الذي قال لي: ميشيل، انا في احتياج لك، انت يجب ان تكون هنا لكي يستفيد منك المدربين الشباب ايضا وليس اللاعبين فقط. اعتقد ان يطلب مني الرئيس طلب هذا، لن استطيع ان ارفض مثل هذا الطلب. انا اعمل للنادي نعم، لكن كيف ارفض لشخص مثله هذا الطلب؟ انا النادي اعطاني الكثير ايضا. نعم المدير الرئيس حدثني، لكن النادي اعطاني الكثير، واقول لكم ان الستاف كان كامل، وانا دائما اعترف بالجميل. واقول لكم انا اعرف الكثير من الناس الجيدين فعلا، وشخصيات رائعه. وكما ترون السيد في عوده مارسيل كولر عندما عاد كمدرب وحدثني، وكان سهل ان اعود بكل سهوله، لان اقول لكم انا اعرف كل الناس واعرف جميع حراس المرمى، وبالنسبه لي السهل التواصل مع الجميع. كان اختيار رائع، وانني فكرت جيدا حتى لو كانت لدي الفرص للرحيل ولم افعلها، فهذا اختيار جيد. واقول لكم بالفعل انا لدي هذا العرفان بالجميل والتقدير لهذا النادي والمدربين وكل البيئه الموجوده المحيطه بالنادي الذين دعموني، والاداره، الجميع دعمني. اذا وانا اعرف الجميع واستمع الى الجميع، وقد واقر انني اتخذت القرار الصائب. كيف تسير العلاقة بينك وبين الكابتن أحمد ناجي؟ ناجي بيقوم بدور كبير دلوقتي في أجيال جديدة للنادي الأهلي في تدريب الحراس، في الإشراف على تدريب الحراس. العلاقة ماشية إزاي بينك وبين الكابتن أحمد ناجي، خاصة مدرب له تاريخ، درب فريق الأول، درب المنتخب، والآن بيقوم بمهمة هامة جدا مع النادي الأهلي؟ نحن لدينا علاقة جيدة جدا، نحن دائما اليد في اليد، ونتعاون جميعا من أجل هذا النادي. وعندما تعاقد النادي مع ناجي، كنت دائما بجانبه وكان بجانبي، لأنني بأحتاج دائما إلى لاعبين شباب من وحراس مرمى شباب، وكان دائما ما يرشح لي، وهو دائما أمين جدا معه، نتواصل تليفونيا بشكل دوري. إذا نتحدث كثيرا في ما رأيته في التدريبات وما رآه في التدريبات. أقول لكم نحن نعمل اليد باليد، نحن نعمل سويا، لأن هذا مهم جدا. لا يوجد غيرة، أو نحن الاثنان لدينا الكثير من الخبرة والاحترام، نحن لسنا أعداء، بالعكس نحن نعمل من أجل للأهلي.